السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هالنهار إن شاء الله نتكلم على واحد الموضوع ديال كيفية الحصول على أرانب كروازية. هذا الموضوع في حقيقة داير ضجة في هاد الأيامات، لأن هضرت عليه يعني في واحد الفيديو والناس يعني بقاو كيهضروا على هذا الموضوع بزاف في لي كومونتير. إذا سموه ما بعد الأرانب الكروازية. الأرانب الكروازية وهي الأرانب اللي مخلطة ما بين البلدي والرومي، يعني هذه حيلة كالمبتدئين اللي ما عندهمش رأس المال أنهم يديروا يشريوا أرانب بلدية، يعني نتوات ويزوجهم مع أرانب رومية اللي هو ذكر. بزاف ديال لي كومونتير قالوا لي يعني واش ممكن أننا نزوجوا يعني نشريو أرانب يعني بلدية ذكر ونزوجهم مع أرانب رومية نتوات، هي ممكن أنها تخدم، ولكن يعني غير بذكاء ممكن أن نتعاملوا بذكاء. إلا مشات كان مبتدئ باغي يبدأ، علاش غادي يشري النتوات رومية اللي هما غاليين؟ علاش ما يشريش أرانب بلدية يعني كادر، يعني حنا كنقولوا غير كاركاس بلدية، ويجيب السائل المنوي يعني ديال الذكر ويلقح به الأنثى البلدية. يعني أصلا كيكون الذكر ديال البلدي كيكون صغير في الحجم، ما يمكنش أننا نشدو ذكر بلدي ونعطيه واحد الأنثى رومية اللي هي كبر منه في الحجم، يعني ما غاديش يقدر عليها حتى في التلقيح، ممكن أنها يعني تغول عليه وممكن أنها تضربه، ممكن أنه يطلع فوق منها وما يقدرش قاع يوصل يعني الجهاز التناسلي ديالها. يعني الناس اللي قالوا لي واش ممكن أننا نزوجوا الأرانب يعني الذكر يكون بلدي مع أرانب رومية، يعني هذه فكرة خاطئة 100%. علاش؟ ممكن أنها تخدم، ولكن علاش غادي نديرو حنايا هكا؟ أنا الكروازي علاش 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 بغيت نديرو ك باش يعني نجحت فيه الحمد لله، وبغيت نوصل لكم الفكرة للمبتدئين، لأن شحال من واحد كيقول لي شحال كيديروا الأرانب الرومية، كنقول له مثلا 200 درهم كيجيه الثمن غالي، لأن إلا مشى تبغى يجيب غير واحد خمسة نتوات راه خصو 1000 درهم. 1000 درهم كاين اللي ما عندوش الله يحسن العون، كاين اللي كيقول بلي هاد الأرانب واش بعدا غادي يدخلوا لي ولا ما دخلوليش، كيكون باقي متخوف من الموضوع ديال تربية الأرانب. واخا هو يعني أنا ديما كنهضر عليه الحمد لله، راه ممكن أن يعني المربي يعيش منه إلا ما عندوش حرفة ولا ما عندوش يعني دخل قار، ممكن أنه يدير أو شي مرة مثلا ما عندهاش الرجال ولا أرملة، ولا ممكن أنها تعيش من الأرانب، يعني كان لحم كان بيع الحمد لله. يعني غير كتخص غير البداية، بحال دابا نقول واحد خمسة نتوات 1000 درهم وتزيدهم ذكر عاوتاني حتى هو واحد 1200 درهم، كاين اللي كتجيه بزاف. في حين أن إلا مشيتو تبغيتو ديرو الكروازي، راه الكروازي حتى هو كيكبر بحالو بحال 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 الرومي. سمو غادي يوقع أنكم غادي تشريو مثلا واحد أربعة نتوات ممكن تشريو 50 درهم، 50 درهم هي 200 درهم أربعة نتوات، وتشريو ذكر حنا نقولو كاع 200 درهم، إلا اقتضى الحال ممكن تشريو 200 درهم، يعني شحال جاية في الطوطال؟ جاية 400 درهم ممكن أنكم تبداو بها مشروع يعني بسيط، وكيبان بسيط ولكن راه هو بمثابة 1200 درهم. 1200 درهم حتى 400 درهم يعني كاين الله يحسن العون، كاين اللي ما كيزعمش انه يحط 1200 درهم في خطره، اما باش تقول له لشي واحد 400 درهم وتبدا مشروع غادي يقول لك واه مزيان، يعني بالعقل. يعني كاع الناس اللي قالوا لي القضيه ديال المزاوجه ديال النتوات رواما مع ذكر بلدي راه خاطئه 100% كعمليه رياضيه، بلا يعني هذه ما محتاجاش كاع الشرح. يعني
انا كنبغي يعني التصرف بذكاء، يعني بغينا نديروا واحد التصرف خصنا نشوفوا يعني هذاك التصرف كيفاش، يعني اسمه الاضرار ديالو، السلبيات ديالو، الربح ديالو، يعني التصرف بذكاء، يعني كعمليه رياضيه. شريو نتوات يعني بلاده بلديين وذكر واحد ممكن انه يكون عنده غير 4 شهور غادي يكون شويه رخيص في الثمن، ممكن انه يتباع غير ب 100 درهم، 4 شهور رقاد انه يلقح. التوصيه اللي نوصيها ان النتوات اللي بغيتوهم تشريو بلديين، حاولوا ملي غادي تبغوا تتزوجوا مع الرومي حاولوا انكم تشريو يعني الحجم ديالهم يكون شويه وافي. علاش؟ لان السائل المنوي لمشى تكن من الذكر وتكب في يعني تطلق، كانت عمليه القذف في الانثى يعني البلديه، هذاك اذا كانت كاين بزاف ديال عطات العدد بزاف ممكن ان غادي يغلب عليها لان الكادر ديالها يعني صغير شي شويه. حاولوا انكم تشريو الاناث بلديات يكونوا شويه وافيين، يعني ما يكونوش صغارين، باش الا مشات تقذف فيهم السائل المنوي وكان عاطي العدد ممكن انهم يستحملوا. هي في البداية ضروري ان كاين واحد السيد في لي كومونتير هضر معايا قال لي لا ما غاديش يعطيو العدد. انا قلت له وهذه اجابه يعني عن تجربه، خاص غير الانثى تكون وافيه واحد شويه، ماشي تكون صغيره وتجيب لها ذكر رومي ويقذف فيها وتكون مثلا عندها 14 ولا نقولوا 12 ولا 10، من 10 الفوق راها ولات ما غاديش تقدر تستحمل. علاش؟ لان غادي يكونوا بالحجم ديال الروامه، واخا هما كروازيين غادي يوليو بالحجم ديال الروامه. غير كاينه قضيه اخرى، منين الروامه كيكونوا عاد صغار كيكونوا الحجم ملي كتولدهم الانثى ما كيكونوش بحجم بحالهم بحال الروامه، يعني كروازي مع الروامه ما كيكونوش، حتى كيبداو يكبروا عاد كيعطيو الحجم. ويعني بحال دابا هادو راهم كروازيين الام ديالهم، يعني اول مره غادي ندير لهاد القضيه ديال انني غادي نلقح من 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 الرومي ذاك الرومي الانثى، يعني انثى بلديه، يعني هما عطى العدد قليل ولكن كاينين عندي حبات اللي عطاو العدد كثير وخدامين مزيان معايا. اذا هذه هي الفكره، كنظن انني وصلتها. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. ناس مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه غاديه بالدعم ديالكم. ما تنساوناش بزر جيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.